صباح الخير يا استاذ سعد. السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. صباح الخير استاذ سعد. يا شباب، ما فيش صوت واصل ولا ايه؟ واصل يا استاذ. سامعيني يا مؤيد؟ ايوه استاذ، سامعين حضرتك بس شكله حضرتك مش سامعنا. لا كده خلاص. الو، ايوه سمعتكم كده تمام كويس. كده؟ ايوه تمام كده يا باشا، الله يكرمك. تمام، يبدو انه كان في حاجه عندنا يعني. بعت لكم رابط الصبر اهو يا شباب برضو. وصل رابط الصبر يا مؤيد؟ وصل يا استاذ، وصل. طيب ماشي. شيل الكاميرا أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك طيب؟ الله يترك، الله يحييك. أيوة كده السبورة ظهرت عندكم أهي. أمس يا شباب الله يكرمك اتكلمنا عن عملية الذوبان وكيف يتم الذوبان. كان عندي نوعين من المركبات، مركبات أيونية ومركبات جزيئية. مركبات أيونية زي كلوريد الصوديوم لأن هو مركب أيوني، يعني تكون نتيجة تجاذب كهربائي بين أيون موجب وأيون سالب. والمركبات الجزيئية اللي هي لا تتفكك في الماء زي السكر أو السكروز. والسكروز ده سكر ثنائي هناخده قدام شوية، اللي هو بيسموه سكر القصب. ثنائي لأنه بيتكون من جزيء جلوكوز وجزيء فركتوز. وقلنا إيه هي عملية الذوبان؟ تعريف عملية الذوبان لو تكرمتوا مين يقول؟ عايزين يا شباب الناس كلها تشارك، والناس اللي داخلة بأيفون لو سمحت غير اسمك. الناس اللي داخلة بأيفون ونقاط والكلام ده غير اسمك لو تكرمت من فضلك عشان أعرف أناديك. معلش استاذ تاخرت.
ولا يهمك يا معاذ، الله يحييك يا رب، الله يحييك يا محترم. تمام يا شباب، عشان لما نجي واحد ما يقولش ابو نقاط ولا ابو ايفون ولا الكلام ده. استاذ سعد، السلام عليكم. استاذ سعد. نعم، عليكم السلام، تفضل يا استاذ حامد. الطالب محمد سلمان الوذناني يحضر الحصه النهارده؟ لسه ما حضرش. امس حضر الحصه؟ امس كان غايب. ايوه تمام، لانه احنا تواصلنا مع ولي الامر على اساس غياب الولد. تمام تمام، يعني حتى الان يعني هو يحلف ويقسم بالله انه يحضر الحصص. لا، الحصه اللي بيحضرها بحضرها، اللي ما انت بتحضرها انت بتحضر الطالب بالاسم ولا الكتروني؟ أيوة بحضر بالاسم. طيب هذا اللي كاتب ايفون، هذا ليش مو كاتب اسمه؟ ما انا بقول لهم دلوقتي، اللي كاتب ايفون واللي كاتب نقاط، اللي داخل لي بنقاط، لو سمحتوا يا شباب انا ممكن دلوقتي اخرجك من الحصه، لان هناديك ازاي يعني. تمام نعم، ترى الافضل انه يخرج من الحصه يا استاذ سعد، عشان نعرف غياب الحضور بالضبط يعني. طيب انتوا سامعين الوكيل اهو يا شباب؟ يلا شوفكم. ايوه سامعينك يا استاذ. اللي داخل باسم ايفون. السلام عليكم استاذ سعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ؟ مين ايفون؟ محمد، محمد الوزناني. انا محمد سلمان. ايوه محمد سلمان اهو يا استاذ حامد، حضره. طيب يا محمد، انت امس على كلام الاستاذ انك انت ما حضرت الحصه يا محمد. انا ما استاذ ما سمعت امس، والله اني حاضر، ما سمعت ناداني. لا هو الكمبيوتر اللي مغيبك كمان يا محمد، مش انا. شوف دحين يا استاذ، دحين بطلع وشوف الكمبيوتر تلقاه مغيبني. لا لا الكمبيوتر والله. شوف يا استاذ، انت كنت داخل من الرابط ولا داخل منين؟ لا انا داخل من التطبيق. ترى يا محمد احيانا ترى التطبيق يطلعك من الغايبين، ترى التطبيق. ايوه بس في مشاكل. أيوة شوف اليوم استاذ يطلعني من الغايبين. لا 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 مش هتطلع، الكمبيوتر مش هيطلعك من الغايبين طالما حضرت. شوف هسه طيب المهم يا محمد، عشان ما نطول يا محمد، نادي استاذ سعد، عشان ما نطول في الكلام. استاذ سعد عشان ما نطول في الكلام. اشوف الان محمد حاضر الان، كل يوم ابغى تحضر بالاسم، اذا ما رد عليك معناته غايب. حاضر يلا بالتوفيق، جزاك الله خير. سعد انت سامع يا محمد؟ مش مني انا والله، عشان يعني الاستاذ حمد بيتكلم من قبل انتم ما تيجوا. يعطيك العافيه، الله يحييك. ابشر، وانا والله يعني حاجات كتير والله ما ببلغها، والله ايام كتير هتلاقيها يعني. انت يلا خليها على الله يا شباب. انت سمعت الاستاذ حامد اللي داخل بكلمه ايفون واللي داخل بالنقاط؟ مش عايز اخرجك واغيبك زي ما بيقول. كل واحد داخل مش باسمه يغير ويكتب اسمك، عشان انا ناديك بالاسم. انا افرض انا عايز اسال سؤال، أقول صاحب النقاط؟ صاحب النقاط سمعني ولا خرجك من الحصة؟ النقاط ده عناد ولا إيه؟ عناد. إن أمس كان فيه واحد برضو يا أستاذ. نعم أنا جالس أسوق يا أستاذ. عناد؟ أنا أسامة العطاس. أيوة أسامة. طيب ما تغير اسمك، إيش دخل ثوبك يعني؟ أنا داخل من أول، بس ما أقدر يعني، عشان جالس أسوق ما أقدر أرد عليك. طيب يا أسامة، حاضر خلاص، فلا تعذرني. حاضر، بس أنت امبارح كنت نفس الفكرة يا أسامة، امبارح كنت داخل بنقاط برضو. نقاط برضو؟ نقاط أستاذ، أنا مسمي نفسي أسامة محمد العطاس، كيف طالع عندك نقاط؟ ما أدري. يبقى عندك حاجة أنت في الجهاز بقى. خلاص ماشي، أنا أشوف. امس برضه انا معلمها عندك نقاط يا استاذ. ما قلت كلامك، لكن يا اسامه اذا هذا احد في يرجع حامل يطلع لك الاسم، اكتبه مره ثانيه اسمك. اي كيف حبيبي؟ اقول انت اول مره حملت فيه التطبيق حطيت نقاط، اول ما حملته فرجع احذف زوم ورجع حمل واكتب اسمك في التطبيق نفسه. مو في الكلاس. طيب شكرا، يعطيك العافيه حبيبي يا خلود، والله انك محترم يا خير. الله يعافيك، الله يحييك يا رب. الله يحييك حبيبي. الله يكرمك نبيل، خليك معانا للاخر يا نبيل بعد اذنك. الايفون طيب، في لسه في ايفون اهو، مش عارفين مين يا شباب. في ايفون قدامي اهو،
أصل أنا عارف لو خرجتك من الحصة مش هتعرف تدخل والله، فقول لي أنت مين حتى عشان الغياب. يا أستاذ هذا اللي مسمي نفسه يفون هذا طارق طارق المطيري؟ ايوه ايوه طارق. والله يا طارق حضورك وحش جدا، بس عشان المايك عنده ما يشتغل. طب ما يكتب على الشات يا جماعة. الحين اقول له ارسل لي بس اللحظة يقول لي لا يكتب على الشات او اي حاجة او يعمل عشان بس. وبعدين طيب نبهه الله يكرمك، غيابه كتير جدا، غيابه كتير، وانت شايف الاستاذ حامد داخل النهاردة يقول لي الغياب اهو قدامك اهو، يعني انتوا سامعين استاذ حامد داخل دلوقتي يقول الغياب واللي يغيب حصة واللي ما يرد عليك والكلام ده. يعني انا قسما بالله مفوت حصص كتير جدا، وانتوا عارفين، انتوا شخصيا عارفين، يعني كل واحد عارف هو غاب ولا ما غابش ولا كده، وانا بطنش من عندي، لكن والله اقسم بالله لو اتاخرت على الغياب بيجوني يطلبوني يقولوا لي فين الغياب. فما تحطوناش في مواقف معاهم يا شباب الله يرضى عليكم. اللي هنرجع لموضوعنا تاني، تعريف عملية الذوبان مهم جدا يا شباب. تعريف عملية الذوبان، مين يا شباب يقول لي؟ حاطط جزيئات المذاب بجزيئات المذيب. برافو عليك، حاطط جزيئات المذيب لجزيئات المذاب. طبعا بالمنطق كده انت ممكن تتلخبط يا ترى مين اللي بيحيط بالتاني، لكن لو فكرت شوية صغيرة، مين اللي كميته قليلة؟ المذاب. مين اللي كميته كبيرة؟ المذيب. يبقى المذيب هو اللي هيحيط لمين؟ للمذاب، لأن المذيب هو اللي كتير. تمام؟ طيب سريعا، يعني ممكن تكتب لي على السبورة، الناس عندك السبورة لو سمحت، وعايز الناس كلها تشارك يا ابن الحلال، والله عايز أعطيك الدرجة كاملة، فساعدني، ساعدني بالتزامك بحضورك، مش عايز منك حاجة، الحاجات البسيطة اللي بيدوروا عليها دي، الحصة متسجلة وبيجيبوها ويشوفوها. طيب مين يقول لي ليه السكر؟ بلاش السكر، هل جميع المركبات الأيونية تذوب في الماء؟ ممكن تكتب، دوس على الرابط بتاع السبورة اللي عندك واكتب لي الإجابة. هل جميع الأيونات أو المركبات الأيونية تذوب في الماء؟ ولي أستاذ؟ تفضل يا دكتور محمد. يعني يا جماعة معارف والله، هم اثنين ثلاثة اللي في المجموعة، يعني اللي يلاقي نفسه ناقص ده مش يعني مش ذنبي والله. تفضل يا دكتور. لا يا استاذ، بس زي احسنت. لا مش كل المركبات الأيونية تذوب في الماء، وعندي مثال لمركب أيوني لا يذوب في الماء. من هو؟ بس. ايوه يا عمر الله يكرمك، ايوه يا عمر مؤيد كتب لي لا. ايوه كده يا شباب، انا عايزك تتفاعل مع الحصة يا أخي، قلت لك والله ده هينفعك في التحصيل، ولا أنت ضامن التحصيلي قوي يعني؟ ده أنا بديك أساسيات لازم هي دي اللي تجيلك في التحصيل. ممكن الاختيار ده يجيلك، يقول لك المركبات الآتية تذوب في الماء ما عدا، ويقول لك واحد فيها. مين هو؟ مين المركب الأيوني اللي ما بيدوبش في الماء؟ اللي عايز يكتب يا إما تكتب بالقلم، يا إما عندك حرف الـ A فوق كده، A بالإنجليزي، ممكن تكتب بيه، يكتب لك بالكيبورد أو الحاجة اللي معاك. مؤيد بيكتب، ومحمد نزيه بيكتب، وعمر الجيبس، برافو يا مؤيد الجيبس الله يكرمك. يا جماعة ده مركب واحد، احفظوا، ممكن يجي لك أربع مركبات يقول لك مين فيهم اللي ما بيدوبش في الماء؟ أنا ما أعطيتك غير اسم واحد بس، حتى لو جات لك في التحصيلي خلاص أنت عارف إن ده اللي ما بيدوبش في الماء. أيضا السؤال اللي بيجي كتير جدا في التحصيلي، ويرجع للأسئلة اللي عندك، يجيب لك شوية مركبات يقول لك هذه المركبات
غير قطبية ما عدا، غير قطبية ما عدا، ما عدا مين؟ الماء قطبي جدا. محمد نزيه كتب الجبس الله يكرمك، بس كتب بالكيبورد كويس. تمام، يبقى الماء قطبي جدا. يا محمد انت دخلت على السبورة عملت ايه يا محمد؟ محمد الوذنان ابشارك يا طيب، انت ما دخلتش على السبورة، انت بس بتكتب كده وخلاص وعملت خط بس. دوس على الرابط بتاع السبورة. كيف اخش على السبورة؟ عندك في رابط كده في الشات، عندك في رابط في الشات. طيب طيب تمام، دوس على الرابط الاول هيشغلك السبورة بتاعتك. لان يا شباب الحصص والله متسجلة. تمام، اما حد يشوف ما بيشاركش اهو قدامي اهو، هاتوا الحصه وشوفوا وهتلاقوه وهتلاقي اسمه. طيب نقطه ثانيه الله يكرمك بكل بساطه كده، ليه الزيت لا يذوب في الماء؟ علل. الزيت لا يذوب في الماء مين يقول يا شباب؟ الزيت لا يذوب في الماء. يلا يا شباب هجاوب الصوت. طلال؟ ايوه يا ما شاء الله يا طلال، ما شاء الله يا طلال، لو جاوبت دركتين لك والله نقصتهم في اي حاجه. تمام، عشان التراكيب مختلفه. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ قول لي ليه. والله لو انت كنت حاضر امس يا طلال. هي كنت موجود لسه. تمام، انا ذكرت مثال كده الاثنين بيتخانقوا في بعض، لو انت فاكر المثال هتجاوب. ها، ما هي التراكيب مختلفة طبيعي، طالما مواد مختلفة يبقى التراكيب مختلفة. اجاوب سنه. انا توتر التوتر السطحي. لا يا طلال، توتر السطح لا ملوش دخل هنا. طب مين اللي كان بيقول اجاوب؟ انا ريان. بس خلاص عادي يا ريان، قول حتى لو خطا يا حبيبي، والله ما في اي. ايوه حاجة. كنت بقول التوتر السطحي قال. لا التوتر، لا التوتر مش هنا. طيب عبد الله محمد سعد المنعمي، عبد الله رفع ايده. عبد الله استاذ جاوب. طيب ما عبد الله رفع ايده، عبد الله محمد سعد. شو استاذ لا رفعت ايد ولا شيء. لا امال ايه الايد اللي جنب ايدك دي؟ جنب الميكروفون ايدك، يبقى انت دوست بالغلط يا عبد الله. كيف اشيل هذه؟ ما فيش مشكله ما يهمكش. المهم يا عبد الله انت غيابك كثير الله يرضى عليك. لو تكرمت. التزام التزام من اليوم ان شاء الله. تسلم الله يكرمك. خلاص. هجاوب الصوت. طب يلا طلال ما شاء الله عليك. لأن الزيت جزيئاته غير قطبية. أيوة. والماء قطبي. أيوة كده يا عم. أنت فين يا طلال من زمان؟ موجود الساعة. طب يا عم امال إيه بس، حرمنا ليه من صوتك ده؟ مية مية إجابة سليمة 100% والله، لأن الزيت غير قطبي والماء قطبي، وإحنا قلنا المذيبات تذيب أشبهها، يعني القطب يدوب في القطب والغير قطب يدوب في الغير قطب. طبعا دي إجابة سهلة جدا تخدمك في أي حاجة، بس ممكن واحد تاني بيقول لك إيه، طب يا ترى عندك توضيح أكتر من كده، وإيه يعني؟ واحد ممكن يكون مش فاهم كيمياء يقول لك وإيه يعني الماء قطبي والزيت غير قطبي، إيه اللي حصل يعني، إيه اللي خلاهم ما يدوبوش؟ مين يفسرها لي؟ من يفسرها يا شباب؟ بما ان الماء
قطبي والزيت غير قطبي، ايه اللي ما خلاش يدوب؟ ليه ما خلاش يدوب؟ لان قوه التجاذب من الزيت اكبر من المي. حبيبي يا دكتور، حبيبي يا دكتور، بالمنطق كده يا شباب، زي الاثنين اللي بيتخانقوا. عليكم السلام. طيب ايه المطلوب؟ طيب ما فيش هناك نت ولا حاجه، خلوهم. طيب خلوهم يوصلوا لنا نت ولا كده. طيب لا عندي، طب عدى عليه وقول له عشان عندي حصه، لما اخلص الحصه هجيب. هنخلص الحصه هجيب. هنا فيه لكن فوق ما فيش. طب خليه يكلمهم كده. ايوه محمد، كنا بنقول لو اتنين متخانقين في بعض وجبت اطفال عشان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام، سمعني يا محمد؟ ايه سمعك يا استاذ. ايوه، المثال اللي انا ضربته عشان تتم عمليه الذوبان، قلت لك لو في اتنين متخانقين في بعض وعشان نفرع بينهم عندي احتمالين، يا اما الناس اللي جايه تفرع اقوى، اللي جايين يفرعوا بين الشخصين دول، يا اما عدد كبير او شخص اقوى، يا اما ضعيف، اطفال مثلا. فلو هم عدد كبير هيتم الذوبان، لانها تبقى قوه تجاذب بين الاشخاص دول وبين الشخص اللي في المشكله قويه، فهيفصلوا الشخصين من بعض. لكن لو هم اطفال، القوه بينهم وبين الشخص ضعيفه عن القوه اللي بين الشخصين اللي بيتخانقوا. عازم الدعدي، طب وده اشتغل اشيله واطلع فوق يعني ولا ايه؟ فهنا يا شباب لما اقول الزيت ما بيدوبش في الماء، الزيت لا يذوب في الماء ليه؟ قلت لي لانه غير قطبي والماء قطبي. لانه غير قطبي والماء قطبي. طيب ايه المشكله؟ ان قوه التجاذب بين جزيئات الماء وبين الزيت اضعف من اللي بين الزيت وبعضه. قوه التجاذب اللي حصل فيها. طيب مين اللي بيكتب على الشات؟ ايفون انا طارق. طيب طارق، برضو الشباب اللي داخل برقم واحد ده يغيره. تمام، يبقى لما اجي اقول لك ليه الزيت ما بيدوبش في الماء، طبعا بكل بساطه كده بتقول لي لان الزيت غير قطبي والماء قطبي. طب ايه المشكله؟ ليه ما دابش؟ لان قوه التجاذب، لان قوه التجاذب بين جزيئات الزيت وبعضها اقوى من اللي بينها وبين الماء، فالماء ما يقدرش يفصلها. تمام. طيب يا شباب، لو انا عايز اشوف العوامل اللي بتزود سرعه الذوبان، كيف ازود سرعه الذوبان؟ اكتب لي لو سمحت، لو في عامل اكتب لي عندك ايه اللي بيزود سرعه الذوبان.
رقم واحد التحريك، انت لما تحط سكر في المية ولا سكر في الشاي ولا الكلام ده بتحب بتعمل ايه؟ بتحرك. طب التحريك ده بيعمل ايه؟ لما تيجي جزيئات المذيب تصطدم بجزيئات المذاب، عملية التحريك بتبعدها عن السطح، فكأنه جزيئات الماء تيجي تاخد جزء وتمشي، فلما انت بتحرك بتخلي الماء يمشي بسرعة فتتم عملية الذوبان بسرعة. طبعا الحرارة، انت عارف السكر يدوب في الماء الحار او في الشاي اكتر من الماء العادي او من الماء البارد. ليه؟ لزيادة الطاقة الحركية للجزيئات، هتبعد الجزيئات وتزود فرص التصادم اللي عندك. الحرارة ايوة. عمر بكتب ايه؟ عمر اللحياني. يبقى انا عندي مساحة السطح، برافو عليك، مساحة السطح بتزود سرعة الذوبان. ليه يا شباب؟ بالمنطق كده خليك ايه ذكي، لو انت عندك مكعب من السكر وعندك سكر مطحون نفس الكمية، مين اللي هيدوب اسرع؟ طبعا السكر المطحون. ليه؟ لزيادة مساحة السطح اللي عندي، زيادة مساحة السطح. يبقى أنا عندي الحرارة والتحريك ومساحة السطح، بس فيه نقطة مهمة جدا عند الحرارة، إن مش كل المواد ذائبيتها تزيد بدرجة الحرارة. طب يا شباب زي إيه؟ زي ايه اللي الذائبية تقل بزيادة درجة الحرارة؟ عندي مواد ذائبيتها، وانتبه للنقطة دي عشان دي مهمة، في مواد ذائبيتها تقل بزيادة درجة الحرارة. مين اللي يقول يا شباب زي ايه؟ مواد غازات. زي ايه يا مؤيد؟ غازات. لا مش سامعك والله. ايه الصوت اللي مايك عندك فيه حاجه؟ غازات. الغازات، برافو عليك، برافو على الغازات عليك. الغازات لما تكون عندك نسبه من غاز في الميه وعايز تطرده بتغلي الميه. الحاجه الثانيه زجاجه البيبس اللي عندك، لو انت حطيتها بره التلاجة وجيت تفتح بتسمع صوت، ده عشان الضغط مختلف، فبتركها بره التلاجة بقى شوية، هتجد ان ثاني اكسيد الكربون نسبته هتقل، غير اختها اللي لو حطيتها في التلاجة في نفس الوقت. يبقى انتبه كويس جدا للنقطة دي، ذائبية الغازات تقل بزيادة درجة الحرارة، يعني هنا التناسب عكسي غير المواد التانية. في مواد تانية كتير ذائبيتها بتزيد بزيادة درجة الحرارة. يبقى أنا عندي ثلاث عوامل، التحريك والحرارة ومساحة السطح، وقلنا الأساس كله في العوامل إنك كيف تزود التصادمات بين المذيب والمذاب. فكل اللي احنا بنعمله عشان نزود فرص التصادم بين المذيب وبين المذاب، فتتم عملية الذوبان أسرع. إلا في الغازات، إلا في الغازات. تمام خلاص يا شباب، ناخد الغياب النهاردة كده عشان نشوف. محمد عويد الهلالي، محمد عويد.